واجه شبيلي صدمة كبرى بوفاة ابنه طلال الذي كان يحمل أيضاً شهادة في الإعلام. ظهر شبيلي متماسكاً أثناء تلقيه العزاء بولده وسط مواساة كبيرة من السعوديين. الواقع أيضاً من ضمن ما ألف الدكتور الشبيلي أيضاً إلا هو كتابه حديث الشرايين. هذا الواقع حديث الشرايين عبارة عن تسجيل كامل عن 16 عاماً من معاناة الابن طلال، ابنه الوحيد طلال رحمه الله. طبعاً كان يعاني من ضيق في التنفس وأدخل المستشفى أظن في عام 1992، واستمر يخرج من المستشفى ثم يعود للمستشفى سواء التخصصي أو غيره من المستشفيات، طبعاً مستشفى له في التخصصي أو مستشفى في باريس. ونهاية الأمر كانت أنهم جلسوا 3 أشهر في باريس في المستشفى في معاناة كبيرة. هذه الأسرة صابرة ومحتسبة. دكتور الشبيلي من ضمن ميزاته أنه صابر وصمود، لم يتحدث بعد ذلك عن ابنه طلال إلا ما نذر. فاحتمل كل هذه المعاناة وكل هذا الألم. وطبعا هذا الابن الوحيد الذي بين يديه كالشمعة التي تخفت قليلا قليلا حتى توفى رحمه الله. ولكنه عندما توفى طبعا أصبح الأبناء بالنسبة له أمانة في عنقه، وزوجة طلال أيضا وهي إنسانة كريمة أيضا كانت أيضا من ضمن الأمانة التي في عنقه، فأسبغ عليهم من حنانه وعطفه. لم يكن يستريح إن لم يكن بنات الراحل طلال رحمه الله بجواره يؤانسهم ويحدثهم حتى يناموا. أسبغ عليهم من حنانه ومن عطفه الشيء الكثير. وهذا ما قاله أيضا هنا أنه يقول بأنه يعني أنه لا يستعجل الزمن لانتهاء هذه الفترة، علها تعوض شيئا من حقوق وديعته. من هي وديعته؟ إلا هي زوجته وذريته. طبعا هو لا يزال من صغر حفيده عبد الرحمن، وهو أيضا دائما يكون معانا زميلنا في رحلاتنا الشتوية. عبد الرحمن كان حتى هو كان طفل صغير كان يخرج معنا في رحلاتنا الشتوية. وهذا دليل على أن الدكتور عبد الرحمن الشبيلي يملك من العاطفة الشيء الكثير. كانت يعني هذه من أصعب المراحل التي رأيت أبو طلال فيها. يعني كان أبو طلال يعني تأثر طبعا كثيرا، وهذا شيء طبيعي. يعني رغم أنه الله يرحمه يعني طلال أو أبو عبد الرحمن كان أيضا متعبا، لكن هذه اللحظة الصعبة لم تمنعه من أن يكتب سيرة طلال عبر كتابه حديث الشرايين. حكى بالتفصيل منذ أن كان طلال طفلا إلى أن اختاره الله إلى جواره، ووضع فيها التفاصيل لأنه كان يريد منها أن تكون درسا، أن تكون عظة، أن تكون عبرة، أن يوثق هذه المرحلة الصعبة عليه وعلى أسرته، والتي أعتقد أنها كانت من الأسباب الكبيرة في أيضا تردي حالته بعد ذلك. يعني نحن عرفناه قبلها وعرفته بعدها، وأعتقد أنه كان هناك يعني هذه الفاجعة أثرت كثيرا على أبو طلال الله يرحمه. طبعا فقدان الابن من أصعب الأمور. يعني الله يرحم أبوي طلال كان جدا 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 قريب من أبوي عبد الرحمن بطبيعة الحال، يعني الابن الوحيد له. كانت أيام صعبة، والظروف اللي مر فيها الوالد طلال رحمه الله صعبة، لكن بالتمسك بالله وإيمانا بقضاء الله وقدره وبالصبر واحتساب الأجر تمكن الوالد عبد الرحمن رحمه الله بأنه يعدي هالمرحلة. ويعني من الأشياء الجميلة كان الوالد يصطحبني معه أسبوعيا لزيارة قبر الوالد طلال والدعاء له من وأنا صغير. يعني مثل هالأشياء تسهل على الواحد التقبل وأنه يدعي له، والواحد ما ينساهم. يعني الله يرحمهم ويغفر لهم.